فين يا اخوي؟ ياسمين رايحة بساك يا ياسمين من بعد مامي وابويا ماتوا يا ياسمين، وانا ماليش غيرك يا حبيبتي وموصلنا عليك، لازم انا افسحك يا حبيبتي واحقق لك كل اللي في نفسي حبيبي يا اخوي. حبيبي يا سينا، يا عمري يا سينا، يا عمري. ايه ده؟ في ايه؟ عملت ايه في الموضوع ايه؟ موضوع؟ روحي يا ياسمين العبي يا ياسمين. ايه يا هبة؟ عملت ايه في الشيكات والعصات اللي عليه؟ اعمل ايه طيب؟ يعني انت عايزانا بيع المحل وبيع حاجة البيت يا هبة؟ ايوه يا ابراهيم، فيها ايه يعني؟ هم ابويا موصيني يا هبة، وعيلة صغيرة ما اقدرش افرط في حقها. طب هنعمل ايه؟ يعني تتحبس احسن ولا ايه؟ خلاص سيبها على الله، انا هتصرف. ابراهيم انا مش عارف ايه البنت عامله لي فيه اصلا. بقول لك يا ياسمين يا حبيبتي، اقعدي هنا يا حبيبتي قبل ما اروح اجيب حاجه واجب، اوعي في يوم من الايام تزعلي مني يا حبيبتي. ليه يا اخويا انت عملت حاجه؟ لا يا حبيبتي انا اروح اجيب حاجه واجب. اقعدي يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت نايمه كده ليه يا حبيبتي؟ اخويا جه، اخويا جه. لا يا حبيبتي انت مستنيه مين؟ طب يا حبيبتي الجو اتاخر يا بنت، تعالي اقعدي معايا عقبال لما اخوك يجي يبص عليك يا بنت ولا اي حد يجي ياخدك. ماشي تعالي يا حبيبتي.